على مسألة ترحيل اللاجئين إلى رواندا. والدول بريطانيا من الدول اللي بتتكلم دايما على حقوق الإنسان، وناخد بالنا من حقوق الإنسان ونحتوي الناس ونحتضن الناس ونديهم لجوء عندنا، ودول النهاردة بيرحلوهم لبلد أخرى خارج الأراضي البريطانية. متابعة حضرتك هذا الملف إزاي بيتم؟ ومحدش كان بيعترض، المحاكم في بريطانيا موافقة، الحكومة موافقة، الإعلام موافق، وإنه ده ما اعتبروهوش إنه حقوق إنسان، اعتبروه إن احنا بنراعي مصالحنا القومية، إلى أن تدخلت المحكمة الأوروبية. ماذا عن هذا الملف تحديدا؟ ملف حساس، هو يعني أحدث فجوة ما بين المبادئ التي ذكرت أستاذ أحمد بسمعة بريطانيا أن أي لاجئ يدخل لها، وهذا تاريخيا معروف هذا الأمر، تعطيه يعني حماية حتى لو كانت الحكومة ضده أو أجهزة في الحكومة ضده، لأن هذه الدولة التي تعطيه النظام القانوني القوي. لكن تحدي الهجرة غير الشرعية، هناك عدة اتهامات أنا أقولها بدون تحيز. أولا العصابات التي تستفيد من هؤلاء، عصابات منها إجرام ومنها غيره، ويتسرب منها إرهابيون أقاموا بعمليات. لكن بالطبع عندما ترى أطفال في قوارب مع أمهات، هذه الحجة تنتفي على الأقل لهؤلاء مع وجود الاستغلال. إذن أولا العصابات الإجرامية لم تفلح معالجة بريطانيا لها، برأيي ربما لتلكؤ فرنسا لأسباب عديدة، ربما البريكسيت فيها. اثنين، فشل العلاقة مع فرنسا، لأن أغلب الهجرة تأتي من سواحل فرنسا الشمالية، وبالتالي من السهل على الطرفين ترحيل هؤلاء. فرنسا مثلا قامت بريطانيا وبريتي باتيل وزيرة الداخلية المستقيلة بعدة مبادرات، أغلبها أقول سخيفة الآن. ليه؟ لأنها تقول نعطي فرنسا مبلغ من المال، كأنها ترشي فرنسا. يعني فرنسا تريد التفاهم بدولتين ذات سيادة، وسط البريكسيت لم يحصل هذا الأمر. أعطاء فرنسا رشوة، إدخال سلاح البحرية محل أجهزة الشرطة وحرس الحدود، لم تفلح هذا الأمر. تدفق اللاجئين غير الشرعيين يستمر بوتيرة ربما 20,000 لحد هذا، يعني بزيادة وليس بنقص. ثلاثة، ترحيل إلى رواندا، نعم كما قلت هناك اقتراحات أخرى، مراكب في البحر وغيره. رواندا بالطبع أنا أقول عندها تاريخ سيء بالنسبة لمشاكل عرقية موجودة في كل البلدان حتى لبنان، لكن لماذا اختيار رواندا من وزيرة الداخلية التي هي مهاجرة أساسا من شرق أفريقيا؟ يعني هذا الأمر لم يهضم بشكل كبير. أقول لاقى معارضة حتى من ضمن حزب المحافظين، وبالتالي ذهبت الأمور إلى المحاكم. هذا الأمر ربما تقوم الحكومة بتبريده والتفاهم مع الاتحاد الأوروبي، لأن حقوق الإنسان هي يعني صح قوية، لكن هناك تعامل بازدواجية، تعريض الأمر، ترحل اللاجئ لنقل الأفغاني الإيراني أو غيره مهما كانت الأعذار، بأن أغلبهم يعني غير أطفال أو شباب يتظاهرون أنهم شباب عمرهم 30 سنة، يعني في اتهامات كثيرة. لكن هؤلاء مقارنة بين ما يعطى اللاجئ الأوكراني الذي عنده حرب، وهؤلاء أصبحت يعني هذا جزء من أقول من خسارة حزب المحافظين ناخبي نقول الوعي الاجتماعي، لا أقول المنظمات الحقوق المدني، لأن هذا الأمر أوسع من قضية منظمة حقوق مدنية أو حقوق إنسان. هذا رأي عام في بريطانيا، أقول أنه أصيل، لا يوافق على طرد يعني أي لاجئ أو أي شخص إلى بلد هو غير آمن به. وهذا ما ساهم لسه يوم الخميس، الخميس اللي فات البي بي سي نشرة تقرير مطول بتتكلم فيه على عملية ترحيل اللاجئين دول، وقال أنه الأطباء بيقولوا أنهم تعرضوا للتعذيب. قدامنا أهو أنه ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا، أطباء يقولون أن بعض المقرر إبعادهم تعرضوا للتعذيب. نتكلم على بريطانيا يا فندم، كلام ده يوم الخميس اللي فات. تفضل دكتور ناصر. نعم نعم، وأقول أستاذ أحمد أن بريطانيا حتى تصل لرواندا لم يكن الخيار الأول. هي اختارت أو حاولت، والوزيرة كما نقول هي المهاجرة أساسا من شرق أفريقيا وتفهم معنى اللجوء، بمعنى أن الاقتراحات الأولى كانت مراكب في البحر. اثنين، محاكاة أستراليا بهذه القضية. ثلاثة، إعادتهم إلى فرنسا مما أعمل إشكال. يعني بمعنى جربوا 20 سيناريو حتى يقولوا نحن لا نريد هؤلاء. أوكي لا تريدهم، لكن هناك عملية قانونية لفرز هؤلاء كما قلت، وحزب المحافظين أو أركان به رأوا فيه، وبريتي باتيل كانت يعني تريد الترشح لرئاسة الوزارة برأيي، يعني نكصت في آخر دقيقة
أنه هذا كارت يعطي من ليس عنده قاعدة اجتماعية وشعبية ضمن حزب المحافظين يعطيه كارت شعبوي بأنه يأخذ آراء الحزب وخصوصا المتقاعدين كبار الضباط والعسكر المتقاعد بأنها تحرص على أمن المواطن البريطاني، مع أن هذا الأمر كما قلت له ضرر ليس داخليا وخارجيا بسمعة بريطانيا أنها تصبح جزيرة صغيرة مع تحديات الآن حتى يعني الحفاظ على وحدة